السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في المشهد والذي نناقش فيه ضمن هذه الحلقة قرار منتدى المعارضة النزول إلى الشارع احتجاجا على الوضع الأمني يوم الجمعة القادم ورؤية المنتدى للوضع الأمني الحالي، وما هي الرسائل التي تتحمل أو تحملها المسيرة المرتقبة. معي لمناقشة هذا الموضوع الدكتور سيدبا والسيد عبد الله قيادي بالمنتدى، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا ومرحبا، شكرا على قبول الدعوة والحضور. لو بدأت معك بسؤال مباشر، كيف تقيمون الوضع الأمني الحالي وما الذي طرأ عليه ليستدعي منكم النزول إلى الشارع بعد ما يسميه البعض، الكلام ليس لي طبعا، بعد ما يسميه البعض غفوة المعارضة تحت جناح صخب أخطاء النظام إن صح التعبير؟ إن بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا على الاستضافة وعلى مناقشة هذا الموضوع بالذات، اللي بطبيعة الحال هو موضوع من أهم المواضيع التي تهم المنتدى في الوقت الحالي. بالمناسبة الخرجة الشعبية التي ينوي المنتدى القيام بها لا تخص بطبيعة الحال القضايا الأمنية وحدها، وإنما هي جزء من تجليات السياسات الفاشلة للنظام الحالي. وبطبيعة الحال لا أن الوضعية الأمنية لم تعد تطاق بسبب كثرة القتل، كثرة اللصوص، كثرة الغصب، كثرة أي شكل من أشكال العمليات الإجرامية متوفر الآن في، لكن كان متوفر قبل فترة ولم تقرر النزول إلى الشارع. نحن ما الجديد بالتحديد الجديد الذي يستدعي منكم النزول بالشارع في هذا التوقيت؟ الجديد بطبيعة الحال هو استفحال هذه الظاهرة وتعقيدات هذه الظاهرة وعدم قدرة النظام على الحد من الحالات الأمنية المتفلتة في المرات الماضية، وبالتالي زادت الأمور بوتيرة سريعة جدا وبوتيرة كبيرة جدا، بحيث أنها أصبحت لا تطاق على المستوى الشعبي وعلى المستوى الوطني وعلى مستوى نواكشوط بصفة عامة، حيث أصبحت نواكشوط الآن مدينة غير آمنة، مدينة أهلها يخافون ليلا ويخافون نهارا، يخافون في الشوارع، يخافون في الدور، يخافون في أي مكان، وبالتالي ازداد الأمر صعوبة وازداد الأمر تعقيدا وازداد تفلتا دون أن تقدم السلطات الحالية أو النظام الحالي إجراءات رادعة من شأنها أن تخفف من وضعة على هيئة ترتيب. ما هي الأسباب التي أدت إلى ما أسميتموه بالإنفلات الأمني أو استفحال؟ نحن نعتقد بأن الإنفلات الأمني أنه تجلي من تجليات السياسات الفاشلة للنظام على المستويات الاقتصادية وعلى المستويات السياسية وعلى المستويات الأمنية بصفة خاصة، إلا أن الأمن أكثر هذه الأمور. يعني تقصد أن الأخطاء السياسية تؤدي إلى هذا الاستفحال الأمني؟ يعني بطبيعة الحال هو الأمن، جزء السياسة الأمنية هي جزء من سياسات عامة. تقصد السياسة الأمنية؟ أنا أعتقد السياسة الأمنية الرادعة، السياسة الأمنية الوقائية، السياسة الأمنية هي جزء من السياسة العامة والبرنامج العام للحكومة والنظام بشكل عام، وبالتالي تفلت الأمن وخوف المواطنين على ممتلكاتهم وعلى أموالهم هو نتيجة لعدم جدوائية وعدم قيمة هذه السياسات الأمنية، سواء كان جانبها الوقائي أو سواء كان جانبها العلاجي، لأن في النهاية هو الأمن هو عبارة عن سياسات قبل أن يكون إجراءات، ثم إنه إجراءات لتجسيد هذه السياسات. عندما تكون التشخيص فاشلا وعندما تكون السياسات فاشلة، طبيعة الحال أن تكون الإجراءات وتجليات هذه السياسات وتطبيقها على أرض الواقع تطبيقا فاشلا، وبالتالي نحن الآن نعيش مستويين من الفشل على مستوى النظام، مستوى على فشل على مستوى التصور والسياسات الأمنية، وفشل على مستوى تجليات تطبيق هذه السياسات والإجراءات المتخذة في شأن وقاية المواطنين من الجرائم ومن سطوة المجرمين وسطوة اللصوص. هذا مجرد جزئية من جزئيات عامة متعلقة بسياسات النظام، يسوى على المستوى الاقتصادي، يسوى على المستوى السياسي، يسوى على المستوى الاجتماعي، وبالتالي هذه تمظهرات الفشل السياسي الذي نعم. يتخبط فيه النظام بشكل عام. لو سمحت لي سيدي، البعض يرى أن النظام أن الأجهزة الأمنية تطورت في ظل النظام الحالي، يعني ما شهد إحياء الذكرى الأخيرة لاستقلال موريتانيا والعرض العسكري الذي يراه البعض أنه عرض باهر جدا بحسب تصور البعض طبعا، وأن الأجهزة الأمنية انتقلت من الوضع السابق للوضع الراهن والذي استفادت أو اقتنت الكثير من الأجهزة والكثير من الرؤى والتعاونات، حتى تعاونت مع بعض الدول، التعاون الأمني مع بعض الدول مما يزيد خبرة هذه الأجهزة. نحن لا ننكر بأنه من الناحية المظهرية على الأقل
أننا نشاهد أنه أن هناك تحسن في الآليات أو تحسن في الأدوات الأمنية لهذا النظام، ولكن صاحب ذلك تطور كذلك في الجريمة وتطور في المجرمين، وبالتالي ظلت دائما الإجراءات التي يتخذها النظام سواء على مستوى الإجراءات اللوجستية والإجراءات الإجرائية عاجزة عن مواكبة التطور الذي يحصل في مجال الجريمة وتطور الجريمة بشكل عام في موريتانيا. ثم إنني أريد أن أقدم ملاحظة بسيطة متعلقة بهذا العرض العسكري وبهذه، رغم أن الوقت غير مناسب لذلك، ولكن هو الناس دائما تنظر إلى هذه الأشياء بشكل ما، ولكن يبقى يجب أن ننظر في هذه الأشياء إلى كلفة هذه الأشياء وإلى مستوى تحسن الصفقات التي تم تقديمها في هذا الإطار، إلى حجم الأموال التي تم استخدامها في هذه الأموال، إلى الآليات القانونية والتشريعية التي تم استخدامها من أجل الحصول على هذه الأموال. الأموال قد تكون استخدمت فيها أموال باهظة جدا نحن لا نعرف حجمها ولا نعرف مداها، ولا يكون المستوى الذي وصلت إليه الأجهزة الأمنية بحجم هذه الأموال التي تم إنفاقها ولا بحجم الصفقات التي تم إبرامها. لكنها تطورت هذه الأجهزة الأمنية هذا نوايا، يبقى مجرد نية ويبقى مجرد تخمين، ليس لكم أدلة أنه أنفق الكثير من الأموال، ولكن لدينا أدلة بأن هذه التطورات الأمنية التي حصلت، لو افترضنا جدرا أنها حصلت ونحن نعتز بذلك ونفتخر به أن تتطور أجهزة الأمنية وأن تطور جيشنا وأن تطور معداتها وأن تطور آلياتها، لكن نستصحب مع ذلك تطور للجوانب الإجرائية والوقائية مجال انتشار الجريمة. لكن الثقرات لو سمحت لي، لكن الثقرات الأمنية تبقى موجودة في كل الدول مهما بلغت أجهزة الأمنية من تطور ومن خبرة، تبقى هناك ثقرات كما قال وزير الداخلية يعني في تصريح أمام مجلس البرلمان. هو وزير الداخلية والنظام يبرر هذه المسألة ويقول بأن هذه الأشياء عادية وأنه لا يستطيعون، لكن نحن نريد حدا أدنى من مستوى الأمن ونريد حدا معقول، لأنه قد تكون هناك ثغرات وقد تكون هناك ملاحظات على المستوى الأمني، ولكن أن يكون الأمن متفلتا بهذه الدرجة وأن يكون فاشلا بهذه الدرجة، هذا مستوى كبير جدا لا يتناسب مع مستوى التطور الذي حصل في مجال الآليات والوسائل ومستوى الأموال التي أنفقت على هذه الأجهزة. الآن وزير الداخلية حسب تصريح أمام الجمعية الوطنية، وهي نقطة تخطيناها في هذا الحوار، لكن طبيعة المواطن يصف البعض بالفوضوية، هي لا تساهم في بناء منظومة أمنية، يعني المواطن يتحمل دورا مهما في الأمن. أنا أعتقد أن هذا تجاوز أو على الأقل تجني على المواطن الموريتاني وعلى الشعب الموريتاني، المواطن الموريتاني بشكل عام هو مواطن مسالم بطبيعته، هو مواطن هادئ بطبيعته، هو مواطن لا يحتضن الجريمة ولا يحتضن المجرمون بشكل عام، وهذا بطبيعة الحال مساعد على الحد من هذه الجريمة. لو كان المجتمع الموريتاني ليس بهذه المواصفات، لو كان مجتمعا ليس بهذه المواصفات لكان مستوى الجريمة أكبر ولو كان مستوى انتشار المجرمين أكثر، لكن طبيعة المجتمع الموريتاني المسالمة، طبيعته الأخلاقية، طبيعته الدينية، طبيعته التسامحية هي التي تقلل دائما. لكن قلتم أن هنا الجريمة تطورت لأن هذه الطبيعة حاصر دائما مستوى الجريمة تطورت. مع ذلك نعم. ورغم طبيعة المجتمع بهذه الطريقة ورغم ما يدعي النظام أنه أنفق في المجال الأمني، فإن الأمن يبقى هاجس الشعب الموريتاني والمجتمع الموريتاني، ويبقى النظام فاشلا في تجسيد السياسة الأمنية من شأنها أنها تحفظ المواطن في نفسه، في سكينته، في هدوئه على المستوى النفسي وعلى مستوى أمواله وعلى مستوى أعراضهم. جيد، وكيف تتصورون الحلول أو الحل للوضع الأمني الراهن؟ يعني أنتم تقدمون النقد ولا تقدمون الحل، تنتقدون بشكل لاذع طبعا ولا تقدمون الحلول، لماذا لا تقدمون مقترحات أمنية على سبيل المثال، أو على الأقل توعية للمواطنين أو أي نشاط من هذا القبيل، أو بالتعاون مع المجتمع المدني أو غيره؟ المجتمع المدني والأحزاب السياسية يقومون بأدوارهم في مجال توعية المواطنين بمحاصرة الجريمة ومحاصرة المجرمين ومكافحة المخدرات. لماذا لم يتمثل ذلك قبل الآن بالنزول إلى الشارع، باللجوء إلى الشارع والنزول إلى الشارع من أجل لفت النظر إلى هذا الموضوع؟ هي الأخ الكريم، المنتدى خرجة المنتدى التي ستكون إن شاء الله يوم الجمعة القادم لا تعني بطبيعة، لا تقتصر على قضايا الأمنية فقط، ولكن نظرا لحساسية القضية الأمنية في الوقت الراهن ونظرا لشعور المواطن بالعجز الأمني لدى السلطات في الوقت الراهن، نحن نريد أن نحمل في هذه الظرفية بذات هم المواطن والدفاع عن المواطن في ممتلكاته من أجل توفير له حد أدنى من الأمن يمكنه من ذلك.
لكن الخرجة تعني مجموعة من المواضيع لديك من بينها على سبيل المثال الفشل الذريع للنظام في المجال الاقتصادي في المجال السياسي ارتفاع الأسعار غير التعليم إلى ذلك ارتفاع الأسعار في مجال يعني هذا الوضع غير بتصوركم هذا الوضع نفس الحديث اللي كنتم تداولونه قبل الآن قبل هذه الظرفية بالذات هو نفس الحديث اللي تقولونه الآن يعني نفس الوضع لم يتغير أي شيء لماذا تنزلوا من قبل في هذه النقطة أنا أريد أن أحدد معك ما هي هذه النقطة لنفهم يعني لماذا سبب نزول المعارضة في هذا التوقيت بالذات هي المعارضة مجموعة من الأحزاب السياسية مجموعة من 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 تكتلات سياسية معينة تتخير اللحظة المناسبة ترى حسب إمكانياتها حسب تصورها حسب ما ترى أنه في ظرفية معينة يكون مجديا ويكون مفيدا بالنسبة لتوارع وإلا المنتدى في جميع مراحله كان يقوم بنشاطات سياسية هي المقبولة هي اللي متاحة للأحزاب السياسية منها المؤتمرات الصحفية منها البيانات منها المحاضرات منها الندوات وبالتالي هذه نشاطات والنزول للشارعي أو على الأقل المظاهرات أو على الأقل المسيرات هذه مجرد مظهر من مظاهر التعبير الديمقراطي أو التعبير السياسي للأحزاب السياسية البيانات تبقى مظهرا والندوات تبقى مظهرا والتجمعات والنقاط الصحفية تبقى مظهرا وبالتالي لا أعتقد أن المنتدى إلا كان يواكب هذه الأمور إما بالبيانات وإما بالنقاط الصحفية وإما بالمؤتمرات الصحفية حسب ما يراه مناسبا في الوقت المناسب وهذه المسيرة تم يعني تناسب الوقت الآن بسبب ما يقول بعض أنه فشل الحوار بين المنتدى المعارضة هذا ربما يكون يدخل في إطار إذن ما هي الرسائل التي تحملها هذه المسيرة غير طبعا إذا استثنينا الوضع الأمني الراهن الذي تحدثتم عنه ما هي الرسائل مجموعة من الرسائل من هذه الرسائل رسائل سياسية متعلقة يعني ضغط على النظام متعلقة باستئناف أو على الأقل تصعيد أو على الأقل المنتدى من أنشطته الاحتجاجية وأنشطته ومسيراته ومن أجل لفت الانتباه إلى الوضعية السياسية المزرية ولفت الانتباه إلى الوضعية الاقتصادية المزرية ومن أجل إعادته والله عودته إلى الساحة السياسية بشكل قوي وبشكل كبير يعني استنساخ تجربة المنسقية أنا ذا لا أسميه استنساخ لأنه كل مرحلة من المراحل لديها أجندتها لديها أنشطتها لديها آلياتها المناسبة والأحزاب السياسية مهما كانت الفترة الزمنية ومهما كانت الدوافع ستبقى تقوم بأنشطة تقريبا متشابهة إلى حد كبير لأنه ليس لدى الأحزاب السياسية إلا المظاهرات أو المسيرات أو المهرجانات أو البيانات أو النقاط الصحفية وبالتالي سوف تقوم بها سواء تجلت في المنسقية أو تجلت في المنتدى أو تجلت ليس لها دور مجتمعي آخر يعني الأحزاب السياسية ليس لها الأحزاب السياسية لها أدوار تقوم دور مجتمعي آخر توعية المواطن لها أدوار هذا جزء من توعية المجتمع لأن توعية المجتمع بحقه في التظاهر بحقه في الاحتجاج هذا في حد ذاته جزء من توعية المجتمع وجزء من التربية السياسية للمجتمع بالإضافة إلى الأدوار الاجتماعية المتمثلة في توعية الناس حول اللحمة الوطنية وحول الوحدة الوطنية ومواجهة كل مما من شأنه أن يهدد هذه الوحدة الوطنية بالإضافة إلى مجموعة من الأدوار ذات الطابع السياسي ذات الطابع الاجتماعي اللي من شأنها أنها تنمي روح الثقافة الديمقراطية والثقافة الثقافة بشكلها العام داخل لكن البعض يرى أنها نقلة سريعة أو شاسعة المسافة بين إصدار بيانات والخروج إلى الشارع يعني إصدار بيانات على طول هذه المدة ومن ثم النزول إلى الشارع والبعض لا يرى أن هناك يعني مساحة شاسعة البعض لا يرى أن هناك فرقا في اختصار لا يرى يعني قبل الفاصل في اختصار لا يرى أن هناك فرقا كبيرا في بين الأمرين فالبيان هو تعبير سياسي وتعبير إعلامي عن واقع معين يرفضه حزب سياسي أو جهة سياسية معينة وهذا تعبير سياسي وقانوني متعارف عليه والنقطة الصحفية كذلك تعبير والمهرجانات تعبير والمسيرات تعبير وبالتالي ليس هناك مقارنة هندسية ما بين المسيرات والبيانات أو المهرجانات فالكل هو تعبيرات لكل منها مستواه ولكل منها حجمه ولكل منها مرحلته وظرفه ولكل منها مرحلته وظرفه إذا نستسمح منك لنذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مشاهدينا الكرام لا تذهبوا بعيدا
أهلا بكم مشاهدين الكرام من جديد في هذه الحلقة التي نتناول فيها قرار المنتدى النزول إلى الشارع احتجاجا على الوضع الأمني يوم الجمعة القادم ورؤية المنتدى للوضع الأمني الحالي وما هي الرسائل التي تحملها هذه المسيرة. أعود إلى ضيف الكريم الدكتور سيدبا والسيد عبد الله عضو بالمنتدى. يعني ناقشنا في قبل الفاصل هي الوضع الأمني الحالي وباعتبارها الموضوع الحساس الآن الذي استدعى منكم الخروج ضمن مواضيع أخرى تعتبرونها حساسة هي أيضا لكن بدرجة أقل. يعني كيف ما هو الحل في تصوركم للوضع الأمني الراهن؟ هل من مقترحات بشكل عملي؟ هل من مقترحات؟ وهذا السؤال دائما يطرحه البعض الآخر، يعني هل من مقترحات بدل النقد فقط؟ نحن نعتقد كسياسيين أو كأحزاب سياسية نعتقد بأن قضايا الأمنية لأنها ينبغي أن تحل من محورين، محور سياسات تصورات أمنية ومحور إجراءات ميدانية، يسوى على مستوى السياسة الأمنية الوقائية، يسوى على مستوى السياسة الأمنية الردعية أو السياسة الأمنية العلاجية. بالتالي هذا له أجهزته التي تم تخصيصها لهذا الغرض، تم الإنفاق عليها، تم تكوينها، تم تهيئتها لهذه الأمور. بالتالي هي المعنية بوضع التصورات اللي من شأنها أنها تحد من ظاهرة الجريمة، من شأنها أنها تقضي على الأقل أو شبه تقضي على الجريمة، لأن من مهام الأجهزة الأمنية هو أنهم يحفظوا المواطن أمنه في نفسه. إذا ماذا يعني لكم حديث ماذا يعني لكم ربما استمعتم إلى تصريح وزير داخلية ماذا يعني لكم لو استسمحوا منك ماذا تعني لكم تصريحات وزير الداخلية؟ أنا أعتبر أن تصريحات وزير الداخلية أنها إلى حد ما تبسيط أو إلى حد ما تخلي وعدم مسؤولية في التعاطي مع شعب يشعر بعدم الأمن، يشعر بعدم الاستقرار. فبدلا من أن تأخذ الحكومة ويأخذ وزير الداخلية المسؤولية يتحمل المسؤولية الكاملة، وبدلا من أن يعلن للمجتمع وللشعب عن إجراءات عملية فعالة من شأنها أنها تعيد للمجتمع أمنه، تغيب عنه الخوف، تعيد له استقراره وسكينته، بدلا من ذلك يبسط الأشياء ويقول بأن هذه قضية عادية وبأن في الدول المتقدمة تقع الجرائم. وبأن أنا أعتقد أن هذا فيه نوع من الاستهتار بهؤلاء الناس الذين راحوا ضحية الانفلات الأمني، سواء في أرواحهم، سواء في ممتلكاتهم، سواء في سكينتهم وأمنهم بشكل عام. لأن مسؤولية الدولة ومسؤولية الحكومة بشكل عام هو المحافظة على الأمن، أمن المواطن. والأمن مستويين فيه، أمن نفسي لأن من شأن هذه الإجراءات ينبغي للحكومة أن تتخذ إجراءات من شأنها أن تترك المواطن يطمئن من الناحية النفسية أنه في وضعية أمنية مريحة وفي وضعية أمنية ممتازة. اسمح لي أنتقل بك إلى محور آخر. المنتدى المعارضة يقرر النزول يوم الجمعة القادم احتجاجا على الوضع الراهن الأمني وغيره من المواضيع الأخرى التي ذكرتها. يعني المنتدى كاسم هناك شرخ كبير داخل المنتدى بين الأحزاب، يعني بعض الأحزاب قاطعت النزول في هذه المسيرة. أنا أعتقد يعني أن كيف تتحدث باسم المنتدى والمنتدى يعني مكونة كبيرة من المنتدى قاطعت النزول؟ أنا أعتقد أن هذه المسألة أنها تمت المبالغة فيها بشكل كبير. المنتدى مجموعة من الأحزاب السياسية لديها رؤية استراتيجية مشتركة متعلقة بمواجهة النظام وبمعارضة هذا النظام، متفقة في أبعادها الاستراتيجية وأبعادها الكبيرة، وقرارات يقع عليها الإجماع وأنتم لم تفوا بهذه القرارات. الجزء الذي يريد النزول اليوم لم واختلفت مرحليا في قضية إجرائية عادية متعلقة بلقاء وزير أول أو عدم لقاء الوزير الأول. يعتبر البعض الذي وافق على خطوة لقاء الوزير الأول بأن في هذه الخطوة مستوى من إقامة الحجة على النظام ولا يتحجج بأن المنتدى يمانع في لقاءات تمهيدية. ثم إن المنتدى في السابق اتخذ قرارا ورسالة وجهها إلى الحكومة من أجل استئناف مسار تمهيدي الذي كان قد تم البدء به من قبل. يتعلق الأمر بجلسات تمهيدية من شأنها أنها تمكن المنتدى من أنه تلتزم الحكومة باتخاذ إجراءات من شأنها إعادة الثقة بين المنتدى والحكومة، إجراءات أولية، إجراءات تمهيدية قبل الدخول في هذا الحوار. وعندما يتم الاتفاق على هذه الإجراءات وعندما تقوم الحكومة بهذه الإجراءات هنا يبدأ من جديد الدخول في قضايا
اتفاق إطار متعلق بالحوار من حيث الضمانات العامة، من حيث المواضيع، من حيث شيد هذا فيما يتعلق بالحوار، لكن فيما يتعلق بالمسيرة المنتدى، مكونات المنتدى لا تنسى. وبالتالي أنا لا أعتقد مكونات المنتدى، اسمح لي في هذه النقطة، في هذه النقطة ليكون موضوعيا جدا في هذه النقطة لو سمحت لي. ونحن متفقون على أساسيات الأمور وعلى جوهر هذه الأمور. الأحزاب التي قاطعت المسيرة ربما تعتقد بأن الوقت غير مناسب، ربما تعتقد بأن لديها حججها، أنا لست متحدثا باسمها، ولكن لكن هذا الخروج، لكن هذا هذه الأحزاب التي قررت نزولها في المسيرة، وبعض الأحزاب التي أعرضت عن نزول في المسيرة لا يعبر عن شرخ حقيقي داخل المنتدى، المنتدى لا يستطيع أن يتفق على مسيرة. أنا ألتمس لهم العذر بعدم المشاركة في هذه المسيرة، واعتبر ان القرار العذر على اي سبب، واعتبر ان على اي سبب العذر، على اي سبب يخصهم ولديهم هذه نقطه هامه، العذر يعني لديهم على سبب. لديهم مبرراتهم، لديهم مبررات. ما هي المبررات التي؟ لكن المنتدى او على الاقل الغالبيه العظمى من المنتدى ترى بان المسيره، لكن كيف ترى هذه المبررات؟ ترى وجهة انتم قيادي في المنتدى، المسيره انتم قيادي في المنتدى، كيف وترى انها ينبغي ان تقع في الوقت المناسب لاسباب كذلك ناقشتها واعتبرت انها اسباب وجيهه وضروريه من اجل القيام بهذا النشاط. لكن انتم الان تحاولون التكتم على شرخ الواقع داخل المنتدى، يعني المنتدى بعض الاحزاب ما زلتم مصرا على هذه النقطه، بعض الاحزاب قررت النزول وبعض الاحزاب الاخرى رفضت، وهذا يعبر عن شرخ انتم بهذه الطريقه، يعني كذا ما تغطون على واقع. انا لا اتفق معك في عباره هذا الشرخ، لا ليس الراي ليس لي، لكن الطرح الطرف الاخر او بعض الاطراف الاخرى تسميها بهذه التجمعات، التجمعات والكتل السياسيه لديها فيها مجموعه من الاحزاب السياسيه، وكل حزب له استقلاليته، له قراراته، له رؤيته، له أجندته، ومع ذلك يمكن أن تبقى متفقة في الأساسيات وفي القضايا الاستراتيجية الكبرى، ولكل أن يتحفظ على نقطة من هنا أو هناك في مرحلة من المراحل أو إجراء معين في مرحلة من المراحل، ولكن يبقى الجميع متفقا على القضايا الجوهريه المتعلقه بمواجهه النظام. يعني القضايا الجوهريه من بينها الظروف الظروف الامنيه الحاديه التي تحدثتم عنها، والظروف الاقتصاديه والتعليميه والصحيه وغيرها، هي قضية مما يتحدث هي عنها المنتدى. يعني هذه المسيره مجرد اجراء من اجراءات او اليه من اليات المعارضه، لكن كيف نتصور اتفاق المنتدى في المستقبل، اتفاق المنتدى في المستقبل ظرفية معينة على اليه للحوار اذا كان هناك لأي حزب سياسي ان يتحفظ عليها او ان يقاطعها في مرحله من المراحل، ولكن هو المهم في قضية المعارضة ليس قضايا القرار ليس بالإجماع داخل ليس المنتدى ليس قضايا إجراء القرار ليس بالإجماع داخل من حين لآخر، وإنما المهم وهو أن تكون هناك رؤية استراتيجية موحدة للمعارضة، وهذه الرؤية موجودة لدى المعارضة بشكلها العام، سواء تحفظ هذا الحزب في هذه المرحلة أو قاطع في هذه المرحلة نشاطا معينا أو إجراء معينا، ولكن المهم أن الكل متفق على أن هناك معارضة ينبغي أن تكون مؤسسة على ثوابت من ضد النظام وفي مواجهة النظام من أجل أن تنعم موريتانيا بديمقراطية حقيقية وبتناوب سلمي على السلطة. جيد، ما دمت تعرض عن الإجابة بشكل واضح وبشكل صريح على تساؤلي حول أنا أعتبر أنني يعني البعض يتساءل بسؤال بسيط جدا وله دلالته. المنتدى لم يستطع أن يتفق من أجل مسيرة تعبر عن طرحه، المسيرة المرتقبة يوم الجمعة القادم، والتي طبعا تعكس اتفاق الرؤى أو تداخل الرؤى في مكونات منتدى المعارضة، لم يستطع الاتفاق على هذه المسيرة. يعني كيف نستطيع أن نتصور اتفاق مقبل من أجل حوار مع النظام؟ يعني لن يكون هناك اختلاف آخر، يعني اختلاف في هذه الجزئية البسيطة. نعم لأن الاختلاف في الجزئيات هذا شيء عادي. إذن سيظل حواركم هذه الجزئية والإجراءات والتكتيكات هذا شيء عادي، ولكن الاختلاف الخطير. لكن الحوار لا يعد جزئية، الحوار مع النظام ليس جزئية، وأنتم اختلفتم عليه. نحن لم نختلف على الحوار، نحن اختلفنا على قضية إجرائية تمهيدية لا علاقة لها بالحوار من حيث الجوهر، وإنما هي على الأقل إجراء أولي من شأنه. البعض يعتقد بأنه ضروري من أجل الدخول، لكن هذه الأحزاب قالت بأن هذا القرار لا يختلف عن قرار اللقاء بالوفد الحكومي، تهيئة الظروف من أجل إطلاق الحوار. الأحزاب الثلاثة تكتل وإناد وطلع قوة تقليل، نحن متفقون على أن الحوار بحسب بعض وسائل الإعلام، نحن متفقون على أن الحوار يجب أن يكون جديا ويجب أن يكون شاملا ويجب أن يكون فعالا ويجب أن يسبقه رد مكتوب من الحكومة على ممهدات المنتدى، الممهدات التي تقدم بها المنتدى، وهذا هو الأساس. لكن هذا النقاش لا يضعنا أمام سؤال آخر، هي قضايا إسرائيل تكوين المنتدى من حيث المنتدى. هناك خطأ شائع كبير أريد أن أنبه إليه، هو أولا أن الخطوة التي اتخذتها غالبية المنتدى في لقاء الوزير الأول هي ليست لا تعتبر دخولا في الحوار،
البعض يأتي يروج ويقول الحوار بدأ والمنتدى قبل الحوار والمنتدى دخل في الحوار. هذه مجرد قضية إجرائية، قضية إجرائية يعتقد المنتدى وعلى الأقل غالبية المنتدى أنها ربما على الأقل تكون خطوة تمهيدية من أجل أن دفع إيقاف الحجة، من أجل إقامة الحجة على النظام، ومن أجل الدفع به، من أجل أن يستجيب لي ما يطلبه المنتدى قبل أن يبدأ الحوار بطريقة مباشرة. بالتالي نحن لم ندخل في الحوار، نحن لم نختلف على الحوار، نحن لم نختلف على القضايا الاستراتيجية المتعلقة بالمعارضة وبمواجهتها مع النظام، وإنما هناك تباين على الأقل في قضايا إجرائية لا علاقة لها بمضمون وفحوى الموضوع بشكله العميق وبشكله الجوهري. جيد، هذا كل هذا النقاش يبعثني إلى سؤال آخر، يعني ألم تكن المعارضة ككل أحسن حالا قبل المنتدى؟ يعني في الوضع الراهن والاختلاف وغيره، يعني المعارضة كانت في وضع أحسن قبل أن تنضم داخل هذا المنتدى. أنا لا أعتقد أن المعارضة أنها بطبيعة الحال أنها سوف تجد فترات تكون أكثر تألقا وأكثر نشاطا وأكثر حيوية، وستأتي فترات تكون أقل من ذلك، وستأتي فترات تكون نظرا للتقارب مع النظام في بعض النقاط وابتعادها عن النظام، نظرا للظرف السياسي، نظرا للطابع العام، نظرا للتكتلات السياسية، نظرا جملة من العوامل تؤدي أحيانا إلى أن المعارضة تنشط كثيرا، وتؤدي أحيانا إلى أن المعارضة تهدأ قليلا، وتؤدي الآن هل نحن الآن أمام مسيرات مستمرة؟ أنا أعتقد أن المنتدى أنه يعتبر من أهم الكتل السياسية اللي شهدتها موريتانيا في الوقت في تاريخها على الأقل الحديث، لأنه هو لأول مرة أهم الكتل رغم الاختلاف. رغم الاختلاف، الاختلاف شيء عادي، ولأنه أول مرة تتفق مجموعة من المحاور سواء كانت في إطار مجتمع مدني أو مجتمع شخصيات مستقلة أو مركزيات نقابية أو أحزاب سياسية، تتفق على رؤية وطنية تحتوي على جملة من الثوابت وجملة من المسلمات اللي من شأنها أنها تطور العمل السياسي في موريتانيا، ومن شأنها أنها ترتقي بالعمل الاجتماعي وبالمستوى الاجتماعي في موريتانيا والمستوى الاقتصادي. إذن هو تصور متكامل شارك فيه اللاعبون السياسيون المعروفون بطريقة تقليدية، وشارك فيه اللاعبون على الأقل غير المباشرين للعملية السياسية المتمثلين في النقابات والمجتمع المدني والمنظمات. عذرا على ضيق الوقت، هل نحن في دقيقة، عمل مهم جدا، وتكتل مهم جدا، وصلت الفكرة في دقيقة، هل نحن والاختلاف فيه شيء عادي وبالتالي ما يلبث أن يزول. استسمحك سيد الكريم، في دقيقة، هل نحن أمام استمرار لهذه النزول إلى الشارع أو المسيرات مستقبلا؟ أنا أعتقد أن على النظام في ظل الحديث عن فشل الحوار، أنا أعتقد أن المنتدى على احتمال فشل الحوار، أن رئاسة المنتدى وقيادة المنتدى واللجنة التنفيذية للمنتدى أنا لديهم برنامج عملي فيه طبعا المسيرات، فيه مهرجانات، فيه بيانات، فيه نقاط صحفية، وبالتالي هو مهرجان متكامل سوف تبدأ في تنفيذه في الأيام القادمة إن شاء الله بإذن الله، لأن المنتدى بطبيعة الحال. أعتذر منك عن ضيق الوقت دكتور سيد بول سيد عبد الله، عضو قيادي قيادي بمنتدى المعارضة، شكرا جزيلا لك، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من برنامج المشهد. شكرا لكم. أيضا مشاهدينا الكرام، في نهاية هذه الحلقة إلى نلتقي في حلقة أخرى، أطيب المنى. شكرا جزيلا.